عودة العلاقات، مباراة من زمن جميل، مباراة من المباريات الجميلة بتاعت السنة اللي فاتت، بعودة الزمالك، بعودة زيزو وشيكابالا للتهديف، بأداء نوعا ما مميز للزمالك، بلاعبين بنكتسبها في هذه المباراة، ومباراة بنفوز بيها في وقت مهم جدا قبل مباراة هامة في أفريقيا. في حلقة النهاردة هنتكلم عن مباراة الزمالك وسموحة اللي قدر الزمالك يتفوق فيها بثلاثية مقابل هدف في مباراة فيها كلام كتير جدا، سواء على جوزفالدو فيريرا أو اللاعبين او خطه اللعب اللي رجعت من الجديد. هنتكلم في كل حاجه في حلقه النهارده. سيب نخش في اي حاجه، انزل اعمل لايك، ولو مره شافني اعمل اشتراك في القناه وفعل الجرس عشان حلقات الزمالك تجيلك اول ما تنزل على طول. يلا بينا نخش في الحلقه. حطني رقم واحد في القصير. اهلا بيك يا جاي في حلقه جديده من حلقات قهوه التحليل، وحلقه النهارده هنتكلم عن الزمالك وسموحه في مباراه عنوانها الرئيسي عودة العلاقات، عودة العلاقات مع ناس كتير، عودة العلاقات مع شيكا، عودة العلاقات مع زيزو، عودة العلاقات مع جوزفالدو فيريرا، عودة العلاقات ما بيننا وما بين نفسنا كزملكاوية. الفترة اللي فاتت كانت مرحلة شك كبيرة، الناس كلها بتشكك في فيريرا، بتشكك في اللعيبة، بتشكك في كباتن الفريق، بتشكك في كل حاجة، وده كان من حقهم إن أنت قاعد بتتفرج على فريقك المفضل، مش عارف، مش هقول لك مش عارف يكسب المباراة، أنت مش عارف تعمل باصتين على بعض. انت ما عندكش اللاعبين اللي بتحرك الفريق، لو ده كمان الاداره رحب بقالك لاعبين من اهم لعيبه الفريق امثال امام عاشور، فبالتالي انت كان في مرحله شك كبيره جدا جدا جدا. مباراه اللي فاتت دي شباب الاسداد، مش هقول لك احنا كان شكلنا كويس، احنا كنا بنحاول، ولكن كانت المنظر ما كانش افضل شيء، وده اللي خلاني مش عايز اطلع اتكلم، لان كان كلامي يبقى مكرر. اخر حلقه نزلتها عن الزمالك كان مباراه فيوتشر، وقلت ايضا ان اداء واسامه نبيه بعد كده الفريق رجع تاني، ولكن ما رضيتش اطلع اتكلم في كذا مباراه، مباراه فاركو ما اتكلمتش، مباراه شباب بلوزداد برده ما اتكلمتش، اتعمدت ان انا التزم الصمت ما اتكلمش في الفتره دي، فتره هيبقى كلامي مكرر فيها فاركو زي شباب بلوزداد زي النهارده لو كنا خسرنا كنتش برده لا اتكلم، لان الكلام يفضل مكرر، لان اخر مباراه الزمالك خسر فيها تلاقيت قلت كل حاجه عن اللاعبين وعن الاداره وعن الجهاز الفني وعن كل شيء، فبالتالي كان هيبقى كلامي مكرر، فقررت ان انا التزم الصمت. لكن دلوقتي هيقول لك بقى الحالتين بين ده مباراه شباب بلوزداد وبين مباراه سموحه، تقول لي ليه الشكل اتحسن اكتر في مباراه سموحه عن شباب بلوزداد، مع ان المباراتين كان بيلعب بنفس الشكل، في المباراتين كان بيلعب بال 3 4 3. ولكن ارجع لي بالذاكره كده شويه على 2022 في بدايه الدور الثاني مباراه اسوان، بدايه طريقه 3 4 3 كانت طريقه فوضويه اكتر، كانت طريقه اللاعبين مش قادر اتاقلم عليها اكتر، كانت اللاعبين لسه بتاخد على الطريقه 3 4 3 فوق، كانت فوضويه بشكل كبير. ولكن بعد مرور الوقت وفي نهايه الدوري الزمالك قدر يتقن ال 3 4 3 ومشتقاتها، قدر يتقنها. ولكن جوزفالدو فيريرا جه في بدايه الموسم الحالي قرر انه يرجع للبيزك بتاعه اللي هو 3 4 3، الطريقه اللي بلعب بيها طول حياتي، الطريقه 3 4 3 دي كانت في وقت طارق، فبالتالي اضطريت العب بيها. ولكن لما رجع تاني الشكل وبقى عندي لاعبين وبقى عندي سكواد وكل الكلام ده، هرجع ل 3 4 3 ال 4 3 3 بتاعتي الطبيعيه، ولكن كانت بلا جدوى وكانت سيئه لابعد حد. ليه؟ لان انت ما عندكش العناصر او الكواليتي اللي يخليك تطبق ال 3 4 3 بشكل كويس. تمام. مباراة النهارده. النهارده كان الزمالك شكله أفضل بكتير قوي، سواء على مستوى الضغط، سواء على مستوى حيازة الكورة، سواء على مستوى التحرك بدون كورة، مستوى كل شيء. أنت في بداية اللقاء أول 3 دقايق في اللقاء ضربة جزاء كانت ممكن تتحسب عليك، ولكن الحكم قال لك لأ، كورة مش ضربة جزاء، طب تمام خير وبركة. بعد الكورة دي لعيبة الزمالك كنت خايف نفس المباراه اللي فاتت اللي انت بتبدا المباراه بشكل سيء، تبدا المباراه بشكل غريب، بيخش فيك جون او بتستقبل جون او بيجي في ضربه جزاء او 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 او، فبالتالي اللعيبه تتهز، اللعيبه تتوتر، الجمهور يشتم، خسر. لكن النهارده الجمهور اللي في المدرج فضل بيشجع لاخر دقيقه، تشجيع لنادي الزمالك، تشجيع للاعيبه الزمالك عشان يفوقهم، مع ان الزمالك كانت حسب بينالتي في اول المباراه، ولو اللي كان الجمهور اتوتر وابتدى يشتم في اللعيبه كان الماتش خلاص خلص. لحاجه الحاجه الثانيه، الزمالك جاله ضربه جزاء وزيزو ضيعها، لو قعدنا نشتم برضه في اللاعبين كان برضه الزمالك همد واللعيبه همدت وخرجت، ولكن عشان الجمهور اللي في المدرج جمهور واعي قدر ان هو يفوق اللاعبين، يبقى ورا اللاعبين، ما يضغطش لعيبته، ما يفوقش لعيبه سموحه، لا ده ادى الثقه للعيبه فريقه، ارجعوا جيبوا جون، جيبوا الثاني، جيبوا الثالث. النهارده تقول لي طب الثلاث اهداف ايه مميزاتها؟ هقول لك مميزات الزمالك النهارده كانت رقم واحد سيف فاروق جعفر. سيف فاروق جعفر في مباراه النهارده، انت مباراه شباب بلوزداد كان الزمالك بيعتمد عشان يطلع بالكوره من الثلث الاخير
الثالث الاول للزمالك اللي هو خط الدفاع، للهجوم ما كانش عنده اللاعب وسط الملعب اللي يبتدي ياخد الكره ويمشي بيها مسافات طويله عشان يقطع المسافات دي كلها ويسحب مع الفريق وينقل الفريق من مرحله الحيازه او مرحله التدرج او التحضير لمرحله خلق الفرصه. ده ما كانش موجود في مباراه شباب بالازداد، وكنا بنشوف نوعا ما عمرو السيسي او دونجا بيحاولوا يعملوها ولكن دي مش شغلته، فبالتالي كانت بتطلع بشكل سيء وكان الزمالك مش عارف يعملها. دي رقم واحد. رقم اتنين وده الاهم، ان كان الضغط بتاع نص ملعب نادي الزمالك في مباراه شباب بالازداد مش نفس ضغط مباراه النهارده. مباراه شباب بالازداد كان عمرو السيسي ودونجا تحس الاثنين مش عارفين ادوارهم، مين بيضغط مين يصبر مين يروح مين يجي، كان الدنيا متلخبطه. ولكن مباراه النهارده كل واحد عارف ادواره، صفر وجعفر هو اللاعب اللي يبتدي ياخد الكوره من مرحله الحيازه ومرحله التحضير ومرحله التدرج، ان هو يطلع بالكوره ويمشي بيها مسافات طويله وينقل الفريق من مرحله التحضير والتدرج لمرحله خلق الفرصه على طول. وده اللي كان الزمالك مفتقده من بعد امام عاشور. قلت لي امام عاشور ده لسه ماشي من ماتشين، اقول لك اه امام عاشور فرق، كان هو اللاعب اللي في نص ملعب الزمالك اللي يقدر ياخد الكوره ويمشي لك بيها مسافات طويله ويعدي لاعب واثنين وثلاثه ويعدي مسافات طويله ويخلق لك فرصه تسديدة بقى بينية كل الكلام ده. ولكن في مباراة شباب الازدواج ما كانش موجود، ولكن النهاردة نوعا مش هقول لك رجع سيف جعفر وملها مكان امام عاشور وكل الكلام ده، ولا لا سيف جعفر بوتنشل، لاعب بوتنشل كويس جدا، لاعب عنده الموهبة ومحتاج يتطور. مش اقول لك اللاعب او سيف جعفر هو اللي هيشيل الزمالك على كتفه ويمشي بيه، لا سيف جعفر زيه زي يوسف اسامه نبيه زي محمد طارق زي حسام عبد المجيد زي سيد نيمار، كلهم لعيبه كويسين، كلهم لعيبه عندهم هامش التطور، ولكن مش دي اللعيبه اللي تشيل الزمالك وتخرجه من كبوه. اللعيبه دي بتبقى محتاجه لاعبين كبار حواليها علشان تشيلهم، مش هم اللي خرجوا الفريق من الكبوه. ولكن هم لاعبين مميزين، اه لاعبين مميزين ده لا خلاف عليه. فالزمالك النهارده كان مميز جدا لان عنده نص ملعب قادر يلعب بشكل كويس، كل واحد عارف ادواره، سيف جعفر هو اللي يسحب الفريق لقدام، دونج هو اللاعب اللي بيبتدي في مرحله التحضير ياخد الكره من قلوب الدفاع ويديها لسيف جعفر يبدا شغله، وبالتالي كل واحد عارف ادواره. دي حاجه الاولى. الحاجه الثانيه الاطراف. الزمالك كان بيلعب النهارده تركيه حلوه قوي قوي قوي، وتفصيل عجبتني جدا من جوزفالدو فيريرا. في بدايه الماتش انت كنت بادئ ناحيه اليمين بزيزو مع سيد نيمار، وناحيه الشمال شيكابالا مع عبد الشافي. جبهتين مميزين، جبهتين يفضلوا شكلهم كويس. الجبهه اليمين بتاعت زيزو وسيد نيمار شفناها قبل كده ومتعودين عليها وعارفين الخطوره كلها تيجي من الجبهه دي، وفعلا جوزفالدو فيريرا كان بيركز طول المباراه، كان مركز ان هو الجبهه اليمين هي مفتاح لعبي، هي المفتاح، هي اللي هتوصلني لمرمى سموح. اوكي، بعد ربع ساعه من اللقاء او بعد 10 دقائق بدا فيريرا يغير الطريقه، بدا يغير بعد الجون الاول، يعني بعد ما الزمالك جاب الجون الاول فيريرا غير الطريقه. ايه الطريقه اللي غيرها؟ فاول حاجه خالص الجون الاول الكره اصلا كانت بتحضر ناحيه الشمال عند عبد الشافي، شفت لقطه مميزه جدا، سيف جعفر في نص الملعب بيقول لسيد نيمار افتح الملعب، روح وزق على خط وافتح الملعب. سيد نيمار لما فتح الملعب بعد ما الكره مشيت ناحيه الشمال وجت لنص الملعب ابتدى الزمالك ينتقل ناحيه اليمين، بدا ان الزمالك يشكل خطر من الناحيه دي، بدا يبقى في كثافه عدديه كبيره في الناحيه اليمين، بدا يخلق فرصه ويوصل لمرمى الزمالك، فبالتالي الوينج الناحيه الشمال اللي هو شيكابالا دخل وقطع لقلب الملعب وبقى هو اللي واقف على السنتر او واقف عند منطقه الجزاء او واقف على نقطه البنالتي، الكره بتجيله جون اول للزمالك عن طريق شيكابالا. بعد الجون الاول خلاص فيريرا غير الطريقه، جاب شيكابالا ناحيه اليمين وودى زيزو ناحيه الشمال، وفضل بنفس المنطق ان انا عندي ناحيه اليمين دي مفتاح لعبي سيد نيمار مع شيكابالا، والناحيه الشمال انا مش هرمي زيزو ناحيه الشمال في المنطقه اللي ما بعرفش العب فيها، لا انا هدخل زيزو قلب الملعب، هدخله قلب الملعب اخليه في الكوره لما تبقى ناحيه اليمين يزيد ويبقى مهاجم ثاني جنب سيف الدين الجزيري. حصلت في الجون الاول او حصلت في الجون الثاني لما سيف جعفر الكره جات له وقطع مسافه كبيره وعدى وعدى وراح وشاط الكوره اتردت لزيزو، زيزو عشان واقف ومتمركز صح قدر يسجل الجون الثاني. والجون الثالث شيكابالا بياخد الكره اوفر من كلاسيكات شيكا، اوفر من اوفرات شيكابالا، بيخش يحط زيزو الجون الثالث، وبعد الجون الثالث خلاص الماتش خلص الدقيقه 42 الشوط الاول 3-0، فوز الزمالك فايق والزمالك شكله كويس على مستوى الضغط، بيضغط كويس جدا على مستوى التكتيك، كان في تكتيك النهارده الزمالك بيقدر يطبقه، ولكن في بعض اللاعبين بقى خلاص كفايه. محمد عبد الغني من وجهه نظري كفايه كفايه خلاص كفايه محمد عبد الغني لحد كده، كفايه محمد عبد الغني لحد كده بصراحه. سيف جعفر لازم ياخد فرص اكتر، لازم ياخد مباريات اكتر، لازم تعتمد على سيف جعفر، لان ثنائيه عمرو السيسي ودونجا مش افضل شيء ومش هيفيدك. ولازم بس قبل ما اقفل الحلقه اتكلم عن شيكابالا. شيكابالا ناس كتير شكتت فيه، ناس كتير قالت لك شيكابالا مش عارف مؤامره ومش مؤامره ولاعب مش لاعب. شيكابالا شفته النهارده نزل في مباراه متعقربه، مباراه في وقت صعب، كله زي مع الزمالك، كله زي مع الفريق، كله زي مع الاداره، كله زي على اللعيبه على الجهاز الفني، جمهور الزمالك كله مش عاجبه حال الفريق، فبالتالي النهارده شيكابالا نزل جون واسيست.
جون وازيستو راح اعتذر للجمهور وقال لهم حقكم عليا واحنا هنرجع وكل الكلام ده. ده القائد ده شيكابالا. ولازم قبل ما انهي في وقت صعب جدا، في وقت صعب جدا قبل مباراه افريقيه مهمه ضد المريخ ولا بديل عن الفوز فيها، سيف جعفر لاعب بوتنشال جدا وهيفيدك جدا الفتره اللي جايه، شيكابالا هيفرق معاك جدا الفتره اللي جايه. مش عايز اقول او ادي شعارات كبيره ان جيزفالدو فيريرا عاد وكل الكلام ده، في الاخر دي لسه مباراه، مباراه في اوتشر عملنا مباراه مميزه جدا وجينا الماتش اللي بعده خسرنا 3 من فاركو، فبالتالي النهارده سموحه 6-3 ابني بقى، عندك مريخ، عندك سيراميكا، عندك ترجي، لازم تبني على مباراه سموحه. مبروك لكل جمهور الزمالك، مبروك على حافظه العلاقات مع شيكابالا ومع زيزو ومع فيريرا وكل الكلام الجميل دون، مبروك لكل جمهور الزمالك، رجعنا لتاني الانتصارات، رجعنا نكسب تاني بعد نغمات مش كويسه، ولكن ان شاء الله المباريات القادمه تكون فيها مكسب اكتر واكتر ونشوف عوده للزمالك من جديد. فلو في الاخر ده قرار شخص واحد، هو رايي انا في مباراه الزمالك وسموحه، قول رايك انت في المباراه في الكومنتس، وقول توقعاتك، هل الزمالك بعد فوز النهارده قادر على العوده من جديد والمنافسه على الدوري والمنافسه على افريقيا، ولكن فوز ولا فوز النهارده كان حلاوه روح ويروح لحاله؟ قول رايك في الكومنتس، ولو حضرتك بدك تشتغل من لايك والمره شوف نعمل اشتراك في قناه الجرس عشان الحلقات تجي لك اول باول، وتابعنا على السوشيال ميديا بتاعتي فيسبوك وتويتر وانستجرام هتلاقيه في الديسكربشن تحت، واعمل اشتراك على فيسبوك اللي تويتر على تويتر. كان معاكم مصطفى، اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.